جايب عندي فرخه هعمل بيها الوجبه اللي انا عايزها كلها بشكل لطيف جدا ان شاء الله بفكره الشركسيه. الشركسيه اكله جميله جدا قديمه وليها تفاصيل واحنا كمان بنحبها جدا، فيها رز ابيض وفيها صوص حلو جدا معمول بعين الجمل وفيها فرخه مسلوقه بناخد ونفصص ونتكلم ان شاء الله واحده واحده مع حضراتكم. ولكن اهم حاجه في الشركسيه ونحط تحتيها كده ثلاث اربع شروط، سلق الفراخ. سلق الفراخ مهم جدا جدا ويكون ريحته كويسه جدا ومرقه كويسه جدا عشان اطلع منها المرقه اللي هعمل منها الصوص، والصوص بيبقى مشترك ما بين الكريمه وما بين المرقه، فلازم يكون في يعني نفس كويس قوي في المرقه، ما ينفعش يكون في سنه زفاره كده او كده. هبدا بقى اول حاجه على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ مغسوله غسله نظيفه ومنقوعه ومظبطين الامور كلها، وعندي حبهان، فلفل حصى، بصل، فصين ثوم، جزرايه، كرفس، حاطط جنزبيل النهارده، كرات، ده كله مع بعض كده في قلب حله كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. تكون بتغلي فيها ميه سخنه عشان ابدا اعمل مرقه حلوه زي ما هي كده، كل حاجه زي ما حضراتكم شايفينها بمنتهى البساطه. اهو حلو الكلام، كلام جميل. وسيب الكلام ده شويه ياخد وقته، وممكن نضيف عليها كمان من عندي لو حابب حبتين حبهان كمان حته قرفه مره كمان. ايوه في الفحصه كده قرفه كمان وشكرا. وهوارب بقى بالحله شويه عشان خاطر يطلع كل البخار ما يبقاش مكتوم في اول غلوه فيعمل لي الريم اللي ممكن فيه بعض الناس او هو الطبيعي احنا ما بنحبوش. شوف الملامح عامله ازاي. عايز اقول لكم على سر في بالي ومش عايز اخبيه على حضراتكم. السر ده بيقول ايه؟ عشان اخلي التست المرقه دي، شايف المرقه عامله ازاي؟ ركز معايا في اللي جاي والله يا جماعه جربوها. مش هنخسر حاجه. جربوها. شوف فرق المرقه، بس انا اول بس ارفع عشان ما تحرقش. تعالوا كده جربوا معايا. المرقه شكلها حلو بس مش غنيه. ليه بقى؟ يعني ايه بتقول مش غنيه؟ يعني مش زي مرقه الفراخ البلدي. بص مرقه عاديه مش وحشه، ريحتها حلوه تمام التمام. اخليها حلوه ازاي يا شيف؟ شايف دي؟ دي اسرار والله يا جماعه مش هتلاقوا حد يقولها لكم. خدت بالك منها؟ عليها ايه؟ مكعب مرقه يا شيف. اهو بص احنا مع بعض. النبي تمام ما تتحركش بره الحله. انا هوريكم حاجه حلوه قدام عينيكم اهو. بص مرقه الفراخ البيضة لما حطيت معلقه الزبده ومكعب مرقه عادي جدا كبهار وقلبت حاجتي كلها مع الخضار اللي حاطه، اتفرج على الملامح احنا مع بعض. هي هتقف ما تقلقش. بص منظر المرقه راح لفين؟ شايف الدسامه راحت لفين؟ شايف شايف شايف؟ مع الغليان الموضوع هيختلف، تحس ان هي نازله منها. بص المنظر هي الزبده بتسيح. يا شايف عملنا روح للمرق، ده المقصود من العزق. ودي دي سر مهنه او سر من اسرار المهنه ناس كتير جدا ممكن ما تحبش تقولها. انا شايف ان لا، انا يعني حضراتكم طبعا عناية في كل الاسرار من جوه البرنامج ومن بره احاول اجيب لحضرتك كل حاجه. بص المنظر المرق بقى فين؟ فرقت. هتفرق طبعا في التيست المرقه وهتفرق كمان في الدسامه بتاعت المرقه. هو ده اللي انا عايزه بصراحه، ان يكون المرقه فيها تيست برده ويكون المرقه الدسامه بتاعتها برده يعني اعرف اطلع منها صوص حلو. فدي تفصيله مهمه جدا حبيت بس اوضحها لحضراتكم. فندم حاضر يا فندم. ايه زينة هانم حاضر. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا بيكي. زينة هانم. الو الو صباح الفل يا فندم. مساء الخير. مساء الورد يا فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، ربنا يخليك. تحت امرك. امر. انا عايز اسال حضرتك على اكله اللازانيا. حاضر يا فندم. اوامر. حاضر. على طول عندي مشكلة ان العجينة بتاعت اللازانيا بتطلع معايا ناشفة. حضرتك بتسلقيها قد ايه يا فندم؟ انا صراحة ما بسلقهاش، جربتها مرة من غير تست. اه. ومرة بس نزلتها في مية دافية. طيب طب حضرتك بتحط لها كريمة تقيلة ولا ناشفة؟ انا بعمل صوص البشاميل عشان عندي يعني في البيت مش كلهم بيحبوا كريمة. انا بتكلم على بتكلم على صوص البشاميل اللي هو كريمي بتاعها، يعني بيبقى تمام. تقيل ولا خفيف شويه؟ لا هو كريمي. كريمي. طيب حاضر. ماشي هجاوبك. حاضر ماشي. حاجه ثانيه يا فندم؟ لا ربنا يخليك. شكرا شكرا لكلمتك وذوقك يا فندم، تحت امرك. طيب هي لازانيا عشان اريحك من الموضوع خالص، اما تيجي تسلقيها اسلقيها سبع دقائق. سبع دقائق ما تزوديش عن كده عشان تعرفي حتى ما تتكسرش منك، وتديها زيت ورقه يعني كل ورقه مكرونه او ورقه مكرونه لازانيا حبه زيت، وابدا ارسم لها وانا هسيبها على جنب شويه عشان ما تنشفش منك. وبجيب عندي البشاميل سريع زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم شويه على موضوع لو انا حابب اعمله يكون كريمي كده اهو، هيبقى اخف في ايدي. لو حبيت احط عليه حبه لبن هخف برده براحتي، يعني مثلا لو عملت كده بص مثلا شوف كده مثلا اهو، عايز اخففه شويه اهو
شوف الملامح، احنا بنخفف البشاميل براحتنا خالص. طب ليه بتخفف البشاميل؟ عشان هو كده كده هيبقى في جزء كبير جدا من التسويه تاني للازانيا في قلب الايه الحل البايركس بتاعي. فالافضل ان انا اسوي اللازانيا 7-8 دقائق، والصوص البشاميل اللي هعمله يكون خفيف عشان يبقى مظبوط مع حضرتك، ومش هيبوظ منك طول ما انت تعملي الصح. لو عملتي 5 معالق زبده و5 معالق دقيق ولتر لبن، وشوحت الزبده مع الدقيق وحمرتيه وعملت بشاميل، ده اوبشن. او حضرتك هتجيب اللي هو الجاهز اللي انا بشتغل بيه ده على السريع مع لتر لبن او 4 كوبايات من اللبن، هسيبهم عندي يدفوا شويه ما يغلوش، انزل بالبشاميل زي ما عملته وكده تمام التمام. والمكرونه عندي جاهزه، والخلطه المفروم عندي جاهزه، واقفل كله رق في رق بالهنا والشفا. حاضر. طيب انا كده تمام التمام، هعمل ايه بقى؟ انا عايز اخد حبه مرقه عشان استفيد بقى ايه بكل حاجه في وقت الفاصل اللي جاي ده، عشان بعد الفاصل ده هنطلع ان شاء الله على دمياط نشوف حكايه السمك في دمياط والمزاد. طب بص كده يا فندم معايا بقى، احنا بنطلع من المرقه، بسم الله واحد، هبدا احط عندي المرقه براحتي، هسوي بقيه حاجتي. ايه حاجتك بقى؟ هنا الصوص ده لازم يتسوى شويه، وفي الاخر خالص موضوع الكريمه او موضوع اللي انا احط له حبه البشاميل واخفهم دول بحبه لبن، فاقدر اوظفهم بدل ما اعمل كريمه تانية، او بدل ما احط الكريمه لباني اقدر اوظف حاجتي، هو ده المطلوب ان شاء الله. انا هطلع فاصل صغير جدا ونطلع نشوف رحلتنا النهارده ان شاء الله في دمياط ثم الوصف. اتفضل. نرجع تاني، الشوربه خلاص خلصانه، الصوص الشركسيه ضربته في الخلاط في الهاند بلندر ولا ايه في الفاصل، ودلوقتي بقفله. والفراخ لما بتطلع من السلق عادي جدا بنبدا نحط لها تبرد شويه، نفصصها، ناخد الوراك لو هي كانت مش مظبطه ببدا استفيد بيها وافرمها احطها في الصوص، والصدور هبدا هجرش بيها او هعلي بيها الطبق بتاعي. رز ابيض ساده، وعندي بالمره تعالى نطلع السبانخ البشاميل. الله الله، ادي السبانخ البشاميل. فاكرين الطبق ده؟ الوان لطيفه يعني، تبقى تبرد سنه وانا هلعب برضه ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. طيب ارجع تاني للصوص، هو كده زي الفل، مش محتاج مني اي حاجه، ولا يعني ممكن ما احطوش كريمه عادي، ممكن امشيه زي ما هو كده، ولكن هو الطبيعي انت افتح شويه من كده واتقل شويه. فانا قلت لحضراتكم بدل ما احط بقى كريمه واعمل مش عارف ايه، لا انا احط عندي حبه صوص من دول، فاكرينهم صوص البشاميل الكريم الحلو ده، هاخد كده منه حبه اربط بيه صوص ونشوف حكايته ايه. وفتح كمان، بص كمان حبه بس خلاص، ده كده صوص رائع، ومش هحط له اي حاجه تانية، لان الصوص ده كنت حاطط له حقكم فاكرين سيرين جوست تريب ومبهرينه برده مدلعينه، فياخد غلوه ومتشكرين. طيب وفكره ان انا طبعا صوص كتير، ولكن الطبيعي احنا بنجرنش بس بحبه صوص صغيرين جدا، والباقي بيبقى سيبرت او بيبقى لوحده على جنب، عشان لما نحب نضيف ونزود براحتنا. الطبق يكون غويط افضل في التقديم عشان الصوص هيبقى كتير، فبالتالي يبقى في اركان يسند عليها، ما يبقاش طالع بره الطبق مسلطحه، هيبقى برده في تفصيله مش لطيفه. طيب هجيب عندي هنا زي ما حضراتكم شايفين في الطبق ده، بص كده يا فندم، حبه من الفراخ اللي انا عملتها مفروض، شايف يا فندم، وكمان عندي حبه عين جمل كمان هكسرهم كده بطريقه عشوائيه، وكمان عندي بصلايه محمره، ده كله في ارضيه الايه الطبق الحلو ده. بص المنظر عامل ازاي، هنا بقى الصوص هيحلو ويكمل ويكمل كده بعين الجمل، وكمان فكره البصل المحمر. الصوص خلصان وزي الفل، هاخد بعضي كده واطلع اجيب الاول بس اسباتي مغرفه، وابدا هنا اشرب الصوص ده. دي مش هتلاقوها كتير في يعني مش طريقه حد قوي الصراحه، دي طريقتي انا الشخصيه، مش كل الناس هتعمل الصوص بالطريقه دي، بس انا بحب اخلي الصوص يبقى حلو، ومش شرط ان انا بعطر الحاجات هنا على الطبق، لا انا بقسم الجزئين، باخد نص الفراخ اللي هحطها في الصوص هنا وهو برده صوص، واخد نص كل حاجه احطها على الوش بحطها في قلب ده. فجربوا دي هتعجبكم جدا جدا، وما فيهاش اي حاجه بالتفاصيل ولا حاجه بالصعوبه، كل حاجه قدام عينينا بسم الله. وهبدا هشرب بقى الصوص ده كله كده، حبه الكريمه اللي حطيتهم كمان، او انا ما حطيتش النهارده كريمه، حطيت البشاميل اللي باقي من عندي كربت بس او كيف فتح شويه اللون، اكيد فيهم تيست عالي كده. لو احنا عاملين الطبق السبانخ النهارده نفس الموضوع، نعمل حسابنا ناخد منها حبه ونجرب، مش هنخسر حاجه. حلو الكلام كده، كلام جميل. وهعمل ايه بقى؟
هشيل ده كده وهاجي بقى اجرنش الاطباق بتاعتي واقفل حاجتي. صدر الفراخ اللطيف موجود قدامي هقطعه ده تلعب معاه برضه شويه. وعندي هنا زي ما حضراتكم شايفين بص الملامح دي، دي صدور او عفوا وراك الفراخ المفرومه غير الصدور دي. هدول كده بالشكل ده كده اهو. وهجيب عندي بقى ده انا عايز اطلعه على المائده عشان ما اسقطوش بقى كده، عيد جمل على الوش كده كرنش برضو كده عشان يبين احنا ايه اللي في الطبق، يطلع على طول على المائده صوص زياده. الشوكاسيه دي طعمها حلو جدا، مش انا بعملها لا، عامه هي تستاهل حلو جدا يعني. ادي الصوص بالهنا والشفا لحضراتكم، وندخل النار دي من مره ماشيين كده. ترجع تاني هنا بقى نعمل ايه؟ نقفل الفكره دي. طيب هجيب عندي سكينه لطيفه وهاخد عندي صدور الفراخ دي ممكن بالطول بالشكل ده كده اهو كده، ممكن كده كمان، مش شرط يكونوا كاملين يعني، مش شرط يكون الشكل كامل. ممكن على فكره لو انا مش عايز اعمل فرخه كامله واقطع واشفي واعمل الحاجات دي كلها عادي جدا، ممكن اجيب صدور فراخ ووراك عادي وابدا ارص انا كده بالشكل كده داير ما يدور حبه الرز اللي عندي. فكره لطيفه ودايما بنحطها على صدرين كاملين او الوراك كامله. انا الفكره دي بس يمكن تعجب حضراتكم ان شاء الله تبقى مختلفه شويه عن كل المرات. العدد ده سبحان الله كاني على كل ضلع لقينا حته فرخه. حلو الكلام ده، كلام جميل وزي الفل وتمام تمام. في افتكاسه جت على بالي، ما النهارده بقول لكم انا بحب اعمل حاجات ما تكونش عاديه برضه. افتكاسه ما هياش شرط العيش الكرتون او العيش التوست ده، كده كده انا عامله للشوربه للامانه مش عامله للشركسيه. ولكن لو فلاش باك ورجعنا مع بعض ربع ساعه فاتت كده هتلاقي ان العيش ده احنا واخدين اصلا القلب بتاعه فارمينه في قلب الصوص فمنه فيه، فمش حاجه غريبه. فياخد حبه من ده كده هنا، لو حبينا هيبقى تيستو عالي جدا جدا، لو حبينا ما حبيناش برضو يعني ما يشغلش حضراتكم يعني زي ما احنا. طيب وعندي الصوص هينزل بقى كده دلوقتي، ولكن عايز اعمل حاجه حلوه في الصوص ده بصراحه على بالي. هتقول لي شيف ما انت خلاص خلصت اغرب بقى الصوص، اقول لك انا في عندي حته قشطه عايز اعلي بيها التست الصوص، ما حطيتش كريمه زي ما اتفقنا او ما ظبطناش فكره الكريمه كتير، ولكن على بالي دلوقتي ممكن اعمل حاجه احلى واحلى كمان مش تبقى حاجه عاديه. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. هاخد بس كده بوله صغيره اشتغل بيها، هاخد كده معلقه قشطه من اللي عندي. هتفرق هتفرق جدا اكيد، ما دام يعني شغلتني اكيد هتفرق كتير جدا. واروح بقلبها كده مع بعض واخد حبه صوص من دول هنا كده عليها. وهياخد عليهم ركز معايا في دي حبه بقدونس في النص تكسر النور، وابدا اقلب القشطه كده بالبقدونس الاخضر مع حبه البشاميل حبه الصوص الشركسيه اللي فيهم بقى كل الدلع ده كله، وابدا اقلبهم مع بعض كده شويه 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 كده يندمجوا عشان انا دول ايه اكيد فيهم تيست مختلف. اكيد فيهم تيست مختلف. هاجي اروح اقلب دول على الوش كده، بص الصوص انا عامل ازاي؟ اتقل من اللي هنزل بيه دلوقتي. اهو ده صوص تاني خالص اللي انا عملته. حلو؟ وهاجي بقى هروح جايب عندي الصوص بقى ان انا عامله عادي جدا. وابدا اقفل هنا بقى على الجوانب بقى، شوف. اهو ده ما يدور الرز، الصوص اللي فوقاني ده ابو بقدونس ده هتلاقيه تيست برضه فيه قشطه مختلف شويه. كده بس كده. وهاجي كمان اروح اقفل الطبق بتاعي كمان بملامحي اللي انا اتكلمت عليها من شويه، عين الجمل على الوش كده عشان يبقى طبق شركسيه حلو بقى. يعني احنا مش بنعمل شركسيه غير كل سنه مره ولا حاجه، بس تتعمل صح لما تتعملش. انا من وجهه نظري كده عامه الاكلات اللي هي بتبقاش كده دي ممكن نحرف فيها زي ما انا عملت الحاجات المعقوله، ولكن مش دايما التحريف فيها اوفر بيبقى لطيف. هجيب عندي البصل المحمر وهعمل كده وهمشي كده على الوش وبالهنا والشفا. وده اخر طبق لحضراتكم، اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبت حضراتكم، فيها اختلاف شويه، طبق شركسيه، طبق سبانخ بالبشاميل، وكمان عندنا شوربه بصل بالعيش التوست. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.